أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، أكد أن إطلاق جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في نسختها الثالثة تأتي متوافقة مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والرامية إلى مواصلة جهود مملكة البحرين لدعم المجتمع الدولي للاحتفاء بجهود الشباب حول العالم ولتقدير عطائهم ولتشجيعهم على التجديد والتطوير وصياغة مستقبل أوطانهم من أجل عالم تسوده التنمية المستدامة وينعم بالأمن والسلام. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إن إصرار مملكة البحرين على استمرار جائزة الملك حمد في هذا العام رغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا يعكس مستوى عال من التزام مملكة البحرين تجاه الشباب العالمي، كما تعكس مسؤوليات المملكة ودعمها لجهود الأمم المتحدة في سبيل منح الشباب الفرصة الكاملة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتابع سموه: تمكننا هذا العام من إدخال تطور جديد على جائزة الملك حمد نابع من نتائج المشهد العالمي في ظل جائحة كورونا ولتأكيد التزام المملكة الوطني والدولي تجاه الشباب، فقد تم ربط المشروعات التي ستقدم في الجائزة من مختلف الفئات بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة والطرق الكفيلة بمواجهة جائحة كورونا والتغلب على آثارها في مختلف أهداف التنمية المستدامة كشرط أساسي في الجائزة، الأمر الذي يعطي الجائزة مرونة وتوسعا في نطاق اهتماماتها بصورة أكبر. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: يعتبر تمكين وإدماج الشباب رهان رابح، وهو الأمر الذي أثبتته مملكة البحرين عندما أفسحت المجال أمام الشباب البحريني وأعطتهم الفرصة الكاملة في صنع واتخاذ القرارات التي تهم المملكة، وهو ما ساهم في إحداث التطوير الإيجابي الذي نطمح له جميعا. واختتم سموه تصريحه: لقد جاءت جائزة الملك حمد لتحدث أو لتحث المجتمع الدولي والهيئات الحكومية والخاصة والقطاع الأهلي والقطاعات الشبابية على بذل المزيد من الجهود وفي إطار التنافسية من أجل تحقيق الأهداف الأممية، كما أن الجائزة تدعو المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لتمكين الشباب للمساهمة في تحقيق الأهداف الأممية.